الحقي الحقي يا مس امير. في ايه؟ في طالب عندنا اسمه حسن عامل واي فيه ينتحر فيه. ينتحر فيه؟ ايوه. اما عن صحابي بقى ايه ده؟ انا الشخص اللي عنده صحاب كتير. السطح بقى عندنا في المدرسة يا مس اميرة. عندنا في المدرسة؟ طب تعالوا ورايا. بس انا مش صاحبها، ولو غبت ايام او شهور ممكن محدش يسأل عني، ولو حد افتكر يسأل عني اصلا فعشان مصلحة وارشاء. لما كدابة يعني. عرفت يعني ايه حب؟ ولا شفت من اللي حواليا اصلا. عشان كده يوم ما قررت احب كنت الشخص الاناني الوحش. كان نفسي في حد يحبني ويحس بيا ويسمع اللي جوايا. كان نفسي في حد يسمعني واقوله ان انا مش كويس. كان نفسي في حد يطبطب عليا. للاسف لما كان في حد ده لقيت نفسي وحش معاه. بس والله ما كان بايدي. انت السبب، انت اللي عملت فيا كده. من مين كل اللي بيتفرجوا واللي بيسمعوني دلوقتي؟ حبوا اللي حواليه، عشان الانسان لو ملقاش حب من اللي حواليه مش هيحب غير نفسه بس، حتى لو على حساب اذيه الناس. وانا اذيت غيري، عشان كده مش ندمان على اللي هعمله في نفسي دلوقتي. سامحني يا شيك. بابا وماما ترى بقى راضي هتاخدوا اجازه عشان تيجوا تدفنوني، ولا هتبعتوا فلوس الدفن اونلاين؟ اشوف وشكم على خير. محدش يقرب مني. استنى يا حسن. محدش يقرب مني. حاضر. هيقرب هرمي نفسي. حاضر حاضر مش هقرب، بس ممكن تهدى شوية وتسمعني؟ أنا مش عايز أسمع حد. خلاص كلكوا عرفتوا إن شيكا بريء. وأنا؟ أنا مش مهم. لا يا حسن، أنت كمان بريء. صدقني يا حبيبي انت كمان بريء. اسمعني كده بهداوة يا حسن، انت ما عملتش حاجة. خوخة ما جرالهاش حاجة، يعني انت ما عملتش حاجة. خوخة اغمى عليها من الخضة وبس، والدم اللي على فستانها ده كان دم زازة صاحبك اللي انت ضربته. يعني خوخة كويسة ما حصلهاش حاجة، وده ده رؤية مسامحاك، وكلنا مسامحينك يا حسن. وجيكا كمان هيسامحك، انتوا صحاب واخوات من زمان وهو بيحبك جدا. انتوا بتكذبوا عليا، انتوا بتكذبوا عليا، انا مش مصدقك. لا لا استنى، هثبت لك والله هثبت لك. ثانية واحدة، ثانية واحدة. برضه خليكي عندك. حاضر بس عشان تسمع. ده رؤية حسن سامعك. ايوه يا حسن، احنا مسامحينك يا ابني. احنا مسامحينك، خاف على نفسك يا ابني، ما ترميش شبابك في الارض.